الخطر اللي جمع فيتاز هو ربما اليوم الاول فيتاز على مستوى المحافظه، وهو مثل روح التكافل بين السكان هنا في مدينه فيتاز. اشخاص رائعين وفعاليه حلوه جدا، وان شاء الله سفره دائمه ان شاء الله. فعالية جميلة، يعني جمعات الكثير من الشباب الذي لم نراهم من أشهر، جمعات كثير من ضيافة عز، فعالية رائعة رائعة بمعنى الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم تعز وأبناء تعز هم من أقاموا هذا الإفطار الجماعي الأول في رمضان المبارك. ما أجملهم، ما أجمل أرواحهم، تداعوا جميعا استجابة لهذا الإفطار. الجميع أحضر وجباته. قوام هذا الإفطار كثير من المحتاجين والبسطاء والفقراء، من لا يمتلكون شيئا. أحضرنا كل وجباتنا، أحضرنا كل محبتنا، واجتمعنا بشكل جميل، وهم هكذا أبناء تعز في السراء والضراء. هي رسالة جميلة تقدمها تعز اليوم بكل قضها وقضيضها، رسالة روحانية، رسالة جميلة تخبرنا كم هذه المدينة عظيمة حتى في ظل أحلك الظروف. أبناء تعز هم لهم الفضل بهذه المأدبة التي كانت مأدبة خير فعلا، احتشدوا لها، تداعوا، قدموا وجباتهم، اجتمعنا غنيا وفقيرا على اختلاف الأشكال والألوان لنقدم رسالات وسماحة هذا الدين وعظمة هذا الشهر. رمضان كريم، وكل عام وتعز الوطن بألف خير. وأيضا رمضان يشرق من صوت هذا الرائع بجواري من صلى بنا هذا اليوم، واجتمعنا أيضا حول صوته غريد وبلبل القرآن والإنشاد بلال الأغبري الذي سيعطيكم روح تعز أيضا التي ستشرق وتحلق من صوته العظيم إن شاء الله. رمضان يا صايمين.